السائل: ما حكم أهل الفترة ومن في حكمهم ممن لم تبلغهم الدعوة الإسلامية إن وجدوا، هل يسمون في الدنيا مشركين إن أشركوا بالله؟ إيه نعم، يحكم عليهم بظاهرهم ويوكل باطنهم إلى الله، وهم حكمهم إلى الله يوم القيامة. ما ندري ماذا يكون، لكن هذا في علم الله سبحانه وتعالى. نعم.